السلام الله عليكم، معكم رجاء قناة كرة فانز. إذا أربع جولات تفصلنا عن نهاية البطولة المغربية، الشيء الذي يميز هذه النسخة هو الحماس، التشويق، المنافسة على أشدها، سواء فيما يخص مقدمة أو مؤخرة الترتيب. في حلقة اليوم إن شاء الله غنتحدثوا على لقاءات الجولة 27 من البطولة المغربية، اللي غتكون لقاءات نارية، لقاءات مصيرية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ولقاءات ممنوع فيها الخطأ. لقاءات إن شاء الله غتكون مقسمة بين ثلاثاء اللي غيتلعبوا فيه اللقاءين. يوم الأربعاء إن شاء الله 6 ديال اللقاءات. الشيء الذي يميز لقاءات الجولة 27 من البطولة المغربية هو أنها ستلعب في نفس التوقيت. جميع اللقاءات ستقام إن شاء الله على الساعة 7 مساء بتوقيت المغرب لإتاحة مبدأ الفرص. في حلقة اليوم إن شاء الله غنتحدثوا على 4 ديال اللقاءات. ديربي الشمال اللي غيجمع بين اتحاد طنجة والمغرب التطواني، لقاء مهم جدا خصوصا بالنسبة لاتحاد طنجة. الوداد الرياضي بعد التعثر في آخر لقاء ضد المغرب التطواني سيواجه أو سيستقبل فريق أولمبيك أسفي في لقاء ممنوع فيه الخطأ. نهضة بركان سيستقبل في لقاء تأري نهضة الزمامرة، أيضا لقاء مهم يهم مقدمة الترتيب وكذلك مؤخرة الترتيب، بحكم على أن نهضة الزمامرة معني من الفرق التي تعاني في مؤخرة الترتيب ومتصدر البطولة المغربية. الرجاء البيضاوي سيرحل في لقاء القمة على الجولة 27 لمواجهة مولودية وجدة، لقاء مصيري جدا ولقاء ممنوع فيه الخطأ ولقاء يهم خصوصا الرجاء البيضاوي. في حلقة اليوم إن شاء الله غنتحدث على هذه 4 ديال اللقاءات، كل لقاء على حدة، غنعطيو العديد من الأرقام، الإحصائيات، النتائج ديال لقاءات الذهاب، واهم من التحليل ديالي واهم الاراء ديالي، نبغي نعرف الراي ديالكم. خليو لي الاراء ديالكم وشاركوا معنا في التعليقات، وايضا يمكن لكم توقعوا نتيجه اللقاءات. قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقه، اذا عجبتكم الحلقه كما هو العاده ما تنساوش تدعمونا بلايك، بارطاجيو الحلقه. بالنسبه اللي كيشاهدنا اول مره، تسجل في القناه ديالنا، فعل جرس التنبيهات باش يوصلك الجديد اول باول، وما تنساوش تسجلوا في الصفحه ديالنا على الفيسبوك والانستغرام، غنخلي لكم اللينك في اول تعليق مثبت. ندخلوا في تفاصيل الحلقة. في حلقة اليوم ديربي الشمال اللي غيجمع ما بين اتحاد طنجة اللي غيستقبل المغرب التطواني، لقاء قوي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ولقاء عنده أهمية كبيرة خصوصا بالنسبة لاتحاد طنجة الذي يصارع في مؤخرة الترتيب للحفاظ على المكان ديالو في القسم الوطني الأول. اتحاد طنجة يحتل المركز 14 ب 27 نقطة وبعيد بثلاث نقاط فقط عن منطقة الخطر، لهذا اللقاء عنده واحد الأهمية كبيرة بالنسبة لاتحاد طنجة. على الجانب الآخر، المغرب التطواني يحتل المركز 8 في البطولة المغربية، وتنظر على أن هذا الفريق بعيد كل البعد عن منطقة الخطر. الضغط كله يكون على فريق اتحاد طنجة، الفريق المطالب بتحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن منطقة الخطر. أي تعثر بالنسبة لاتحاد طنجة غيعطي فرصة للخصوم ديالو، خصوصا الأولمبيك خريبكا الذي ينتظر الفرصة للاقتراب أكثر أو أكثر والابتعاد عن منطقة الخطر. آخر لقاء لعبوا اتحاد طنجة في البطولة المغربية جمعوا بنهضة الزمامرة وانتهى بالتعادل السلبي 0 لمثله. على الجانب الآخر، المغرب التطواني آخر لقاء لعبوا في البطولة المغربية جمعوا بالوداد البيضاوي وانتهى بالتعادل الإيجابي هدف لمثله. صراحة المغرب التطواني يقدم كرة قدم جميلة عصرية تعتمد على الضغط العالي وتعتمد على الهجومات المضادة، وعنده العديد من اللاعبين المتألقين داخل أرضية الملعب، خصوصا اللاعب الكحل الذي يشكل قوة ضاربة في هجوم المغرب التطواني. على الجانب الآخر، اتحاد طنجة صراحة من الفرق القوية خصوصا بعد فترة التوقف. الفريق بعد العودة للنشاط الرياضي لعب 5 ديال اللقاءات لم يهزم قط، 2 انتصارات، 3 ديال التعادلات. الفريق قبل فترة التوقف كان يحتل المركز 15، الآن الفريق يحتل المركز 14 وبعيد بثلاثة ديال النقاط عن منطقة الخطر. كيف ما قلت، الأمور لم تحسن بعد بالنسبة لاتحاد طنجة، الفريق يصارع للحفاظ على المكانة ديالو في القسم الوطني الأول. المغرب التطواني حسم وبنسبة كبيرة الحفاظ على المكانة ديالو في القسم الوطني الأول ويريد الاقتراب أكثر وأكثر من المقدمة. لقاء سيكون صعب التكهن بالنتيجة ديالو، يعني في غالبية الأحيان لقاءات الديربي تنتهي بنتيجة التعادل. عموما خليوا لي التوقعات ديالكم، شنو هو التوقع؟ واش تظنوا على أن ديربي الشمال سينتهي بنتيجة التعادل، أم أن أحد الفريقين غيحقق انتصار على الفريق الآخر؟ اللقاء الثاني اللي غنتحدث عليه في حلقة اليوم، اللقاء الذي سيستقبل من خلاله نهضة بركان، نهضة الزمامرة، لقاء بطموحات متباينة يجمع بين فريق ينافس وبقوة للفوز بالبطولة المغربية السنة.
نهضة بركان يقدم موسم أكثر من رائع، ينافس إفريقيا وكذلك ينافس محليا، يحتل المركز الثاني في البطولة المغربية وعلى بعد نقطتين فقط من المتصدر الرجاء البيضاوي. على الجانب الآخر نهضة الزمامرة يحتل المركز 13 في البطولة المغربية وبعيد بخمس نقاط فقط عن منطقة الخطر، لهذا قلت على أن اللقاء سيلعب بطموحات متباينة. أيضا هذا اللقاء غيكون عنده واحد طابع تأري بحكم على أن نتيجة لقاء الذهاب بين الفريقين انتهت بخماسية نظيفة لصالح نهضة الزمامرة، نتيجة كبيرة، نتيجة مفاجئة، لم نتعود أن نشاهد نهضة بركان كينهزم كما كنقولوا بعد النتائج الكبيرة، خصوصا على أن عنده دفاع قوي، تنظر على أنه ثاني أقوى دفاع في البطولة المغربية، لهذا تنظر على أن نهضة بركان غيكون عنده هدفين في هذا اللقاء. الهدف الأهم والهدف الأسمى بالنسبة لنهضة بركان وهو تحقيق 3 ديال النقاط للاستمرار في المنافسة على البطولة المغربية، لأنه أي تعثر لنهضة بركان سيعطي فرصة للوداد للانقضاض على المركز الثاني وسيبعد نهضة بركان عن المنافسة على الدوري المغربي. الهدف الثاني بالنسبة لنهضة بركان هو أنه يقدم لقاء كبير وينتصر لما لا بحصة كبيرة على نهضة الزمامرة، شيء لن يكون بالسهل. نهضة الزمامرة ليس ذاك الفريق السهل، ليس بالفريسة السهلة، لاحظنا لأنه يقدم لقاءات كبيرة خصوصا عندما يواجه فرق كبيرة، شاهدناه أمام الوداد نهزم وبصعوبة كبيرة بهدفين لهدف واحد، شاهدناه الأسبوع السابق ضد مولودية وجدة وتمكن من تحقيق انتصار بهدف لصفر، وأيضا عنده حارس متألق كيتميز بالتصديات الخرافية، وكان تحدث على الحواصلي، لهذا أقول على أنه لقاء سيكون على صعب على الطرفين. نهضة بركان غيكون عليه واحد الضغط كبير بحكم لأنه سيكون مطالب بتحقيق انتصار ولا شيء غير انتصار، على الجانب الآخر أيضا نهضة الزمامرة عليه واحد الضغط، سيكون أيضا مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية إذا ما أراد الابتعاد أكثر وأكثر عن منطقة الخطر. نهضة بركان آخر لقاء لعبه في البطولة المغربية جمعوا برجاء بن ملال وانتهى لصالح النهضة البركانية بهدف لصفر، بالرغم من أن نهضة بركان ما قدمش دق اللقاء الكبير ولكن حقق الأهم وهو انتصار. الآن ماشي كما كنقولوا هذه المرحلة، هذه مرحلة تحقيق النتائج الإيجابية، يعني اللقاءات تربح ولا تلعب، يعني الفريق اللي حقق أكبر عدد من النقاط هو من سيتوج بالبطولة المغربية. لقاء كيف ما قلت غيكون صعب على النهضة البركانية ونهضة الزمامرة، نهضة بركان ليس أمامه إلا الانتصار إذا ما أراد في الاستمرار المنافسة، نهضة الزمامرة أيضا غيكون مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن منطقة الخطر. خليوا لي التوقعات ديالكم فيما يخص هذا اللقاء. هذا اللقاء الثالث اللي غنتحدث عليه في حلقة اليوم، اللقاء الذي سيستقبل من خلاله فريق الوداد أولمبيك أسفي، لقاء مصيري، لقاء ناري، لقاء نهائي لا يقبل القسم على 2 بالنسبة لفريق الوداد. يعني آخر لقاء لعبوا الوداد في البطولة المغربية كما تعرفون ضد المغرب تطواني خارج الميدان وانتهى بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، تعادل تراجع به الوداد للمركز الثالث وأصبح لبعد 3 نقاط من المتصدر الرجاء البيضاوي. أي تعثر آخر لفريق الوداد يعني وبنسبة كبيرة الابتعاد عن المنافسة على لقب البطولة المغربية. على الجانب الآخر أولمبيك أسفي يحتل المركز التاسع في البطولة المغربية بعيد عن منطقة الخطر، فريق غيلعب اللقاء ضد الوداد بواحد الأريحية، ما عليهش واحد الضغط، ما غيكونش مطالب بخلق فرص، ما غيكونش مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية، عكس فريق الوداد وعكس اللاعبين ديال الوداد اللي غيكون عليهم واحد الضغط كبير وغيكونوا مطالبين بتحقيق انتصار ولا شيء غير انتصار إذا ما أرادوا الاستمرار في المنافسة على لقب البطولة المغربية. آخر لقاء لعبوه أولمبيك أسفي في البطولة المغربية جمعوا بالفتح الرباطي وانتهى لصالح الفتح بخماسية 5 أهداف لهدفين. يعني الوداد صراحة لاحظنا في الآونة الأخيرة على أن المستوى ديالو تحسن في بعض اللقاءات، خصوصا آخر لقاء لعبوه ضد المغرب تطواني، صراحة أعتبره شخصيا أفضل لقاء للوداد بعد فترة التوقف. العديد من اللاعبين بدأوا يرجعوا المستوى ديالهم خصوصا وسط الميدان، اللاعب جبران، اللاعب الكرتي، الحسوني في المقدمة، الحداد كي تعتبر أفضل لاعب هذا الموسم، كيف ما قلت العديد من اللاعبين بدأوا يرجعوا المستوى ديالهم، ولكن يبقى المشكل الواضح في الوداد وهو مشكل الزاد البشري، مشكل دكة الاحتياط. الفريق في العديد من اللقاءات يفتتح نتيجة لقاء في الشوط الأول ولكن في الشوط الثاني دائما كنلاحظوا انهيار بدني واضح، ما عندكش واحد اللاعب في دكة الاحتياط اللي يمكن له يدخل ويبدل لك نتيجة اللقاء. ولهذا يعني قلتها من قبل أقولها أعيدها وأكررها، الوداد يدفع ثمن الميركاتو الغير موفق، لقاء سيكون صعب على الطرفين. أولمبيك أسفي الفريق دائما يستأسد بالدار البيضاء عندما يلعب ضد الوداد والرجاء،
الوداد غيكون مطالب بخلق الفرص، مطالب بتنشيط اللعب، ومطالب بتحقيق انتصار ولا شيء غير انتصار. كيف ما قلت لقاء سيكون صعب التكهن بالنتيجة ديالو. خليوا لي التوقعات ديالكم فيما يخص نتيجة هذا اللقاء. آخر لقاء اللي غنتحدث عليه في حلقة اليوم لقاء القمة على الجولة 27 الذي سيستقبل من خلاله مولودية وجدة الرجاء البيضاوي. لقاء مصيري، لقاء مهم، لقاء نهائي لا يقبل قسم على اثنين، خصوصا بالنسبة لفريق الرجاء. الرجاء البيضاوي يحتل صدارة الترتيب 52 نقطة على بعد نقطتين من نهضة بركان، وإذا ما أراد الرجاء الاستمرار في صدارة البطولة المغربية يتوجب عليه تحقيق انتصار ولا شيء غير انتصار، لأنه أي تعثر لفريق الرجاء غيعطي فرصة للخصوم ديالو للانقضاض على صدارة الترتيب، خصوصا نهضة بركان الفريق اللي كيحتل المركز الثاني على بعد نقطتين ويترقب وبفارق الصبر أي تعثر لفريق الرجاء. لهذا قلت على أن اللقاء يعتبر مصيري بالنسبة للرجاء البيضاوي. مولودية وجدة فريق يحتل المركز الرابع 41 نقطة، كيقدم واحد الموسم أكثر من رائع، أعتبره شخصيا مفاجأة الموسم، يقدم كرة قدم جميلة، كرة قدم عصرية بقيادة المدرب الجزائري بن شيخة، عنده العديد من اللاعبين المهاريين بقيادة اللاعب السعداوي الذي يشكل قوة ضاربة في هجوم مولودية وجدة. بالرغم على أننا لاحظنا في الآونة الأخيرة تراجع كبير في المستوى ديال مولودية وجدة، آخر لقاء لعبوا مولودية وجدة في البطولة المغربية جمعوا بنهضة الزمامرة وانهزم بهدف لصفر. على الجانب الآخر الرجاء البيضاوي آخر لقاء لعبوا في البطولة المغربية جمعوا بسريع واتزم وتمكن من تحقيق انتصار بهدف لصفر، هذا الانتصار اللي مكن الرجاء البيضاوي من الاستمرار في صدارة البطولة المغربية. يعني بالرغم على أن الرجاء آخر لقاء ما قدمش لك اللقاء الكبير، ولكن الآن أقولها أعيدها وأكررها، اللقاءات تربح ولا تلعب، الآن هو وقت النتائج. أن الفريق اللي عنده أكبر عدد من النقاط هو من سيتوج بالبطولة المغربية. المدرب جمال السلامي عودنا في اللقاءات الأخيرة على أنه دائما من لقاء الآخر يقوم بتغييرات عديدة، يعني لاحظنا في آخر لقاء أعطى فرصة لنغوما اللي تبت على أنه لاعب من الطراز العالي ولاعب مهم جدا في وسط الميدان، غياب العرجون في المقدمة بدأ بأحداد مالونغو واللاعب رحيمي متولي اللي دخل في الشوط الثاني. تنظر على أن اللقاء اللي غيجمع الرجاء ضد مولودية وجدة المدرب جمال السلامي سيعتمد على التشكيلة المثالية، لأن فريق الرجاء مطالب بتحقيق انتصار ولا شيء غير انتصار. صراحة لقاء الأربعاء المقبل بين مولودية وجدة والرجاء غيكون لقاء صعب، لقاء صعب التكهن أيضا بنتيجته، وخير دليل على ما أقول لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بالتعادل الإيجابي هدف لمثله. الرجاء عودتنا في الآونة الأخيرة على أنها كتحقق نتائج إيجابية ونتائج جيدة عندما تلعب ضد الفرق الكبيرة، يعني شاهدنا على أن الرجاء رجع بانتصار ضد حسنية أكادير من أكادير، ورجع بانتصار ضد الفتح الرباطي من الرباط. كيف ما قلت الرجاء كيكبر في المواعيد الكبيرة، ولكن هذا لا يعني لأن مولودية وجدة سيستسلم. مولودية وجدة أيضا يريد أن يخلق متاعب لفريق الرجاء ويريد تحقيق نتيجة إيجابية للاقتراب أكثر وأكثر من مقدمة الترتيب، ويعتبر يعني أي فريق لما كيحقق انتصار سواء على الوداد والرجاء كيف تأخر بعد انتصار وكيضيف هذا الانتصار كما كنقولوا للإنجازات ديالو. عموما خليوا لي الآراء ديالكم وخليوا لي التعليقات ديالكم فيما يخص التوقعات ديال النتيجة ديال هذا اللقاء. كان هذا كل ما يخص حلقة اليوم، تحدثنا فيها على العديد من اللقاءات، أربعة ديال اللقاءات مهمة اللي كتهم مقدمة ومؤخرة الترتيب. أهم الرأي ديالي غير عرف الرأي ديالكم، شاركوا معايا في التعليقات ونتناقشوا كما هو العادة بشكل ودي. إلا عجبتكم الحلقة ما تنسوش دعمونا بلايك، بارطاجيو الحلقة بالنسبة لكي شاهدنا أول مرة، تسجل في القناة ديالنا، فعل جرس التنبيهات باش يوصلك الجديد أول بأول، وما تنسوش تسجلوا في الصفحة ديالنا على الفيسبوك والإنستغرام، غنخلي لكم لينك في أول تعليق مثبت. كان معكم رضا من قناة كورة فانز، السلام عليكم.